قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. عثر أحد المواطنين بمحافظة المنوفية على طفل رضيع حديث الولادة اليوم السبت 12 يناير 2019 ملقى بالشارع داخل كيس بلاستيك بشارع النزهة دائرة قسم منوف، حيث تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخبارا يفيد بعثور المواطن حسن كمال محمود 42 سنة موظف ومقيم بشارع بورسعيد دائرة قسم منوف على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك بشارع النزهة دائرة القسم. بالانتقال الفوري والفحص تبين أن الطفلة مربوطة الحبل السري وملفوفة بقطعة من القماش ولا توجد بها سمة إصابات ظاهرة. وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلة بمستشفى منوف العام تبين أنها حديثة الولادة عمرها عدة ساعات والحالة العامة متوسطة وتم إيداعها بحضانة المستشفى. وتوصلت تحريات وحدة مباحث القسم إلى أن والدة الطفلة هي ميم 18 سنة طالبة ومقيمة بمدينة سرس الليان وأنها حملت سفاحا من شقيقها ميم 17 سنة طالب وأن والدتهما ألف 39 سنة ربة منزل هي من قامت بترك الطفلة بشارع النزهة دائرة قسم منوف. تم استدعاء المذكورتين وبسؤالهما اعترفت الأم والجدة بمضمون ما جاء فيما أنكر شقيقها ما نسب إليه من اتهامات. وتم تحرير المحضر رقم 77 إداري قسم منوف وجاري العرض عن النيابة لمباشرة التحقيقات. وهذا الخبر منقول اليوم من اليوم السابع، ده النهاردة 12 يناير 2019، فتاة تحمل سفاحا من شقيقها بالمنوفية وتلقي المولود بالشارع. هنشوف مأساة تانية دلوقتي من ناحية أخرى. قالت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة صاحب الحبس مع الشغل 6 أشهر حضوريا وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وقضت في الدعوى المدنية بتعويض زوجته المدعية المجني عليها 20,000 جنيه تعويضا شاملا في أحداث القضية المقيدة برقم 1832 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ. وكان الزوج المتهم هتك عرض زوجته بالقوة وارتكب ما نهى عنه الشرع والدين بفعل الشذوذ معها. وكشفت الزوجة في شهادتها ضمن أوراق القضية بأن زوجها هتك عرضها وارتكب معها الشذوذ. وبرضو اليوم السابع نشرت الخبر 12 يناير 2019 حبس زوج 6 أشهر وتغريمه 20,000 جنيه هتك عرض زوجتي في كفر الشيخ. ونشوف مأساة تانية برضو. سنه 32 سنة مسجل خطر ابن منطقة منشية ناصر بمحافظة القاهرة أن اللقاء جمع زوجتي بصديقه في أثناء حضورهما لزيارته في محبسه على ذمة قضية مخدرات لم يدر أن هذا اللقاء سينتهي بقتله في جريمة أصبحت حديث أهالي المنطقة. بعدما سقطت أم العيال في شباك العشق الممنوع التي نصبها لها صديقه بكلامه المعسول وراحت ترتمي في أحضانه ليمارس الجنس على فراش الزوجية. البداية كانت مع صدور حكم بحبس هشام حيث بدأ صديقه في نصب شباكه للإيقاع بزوجة صديقه مستغلا غياب الزوج، وتطور الأمر لطلبه مقابلتها في منزل صديقه وممارسة الجنس معها. طلب الصديق قوبل بالرفض في البداية من قبل الزوج، لا طبعا ما اقدرش اعمل كده، لكن سرعان ما تغير موقفها مع الحاح العشيق ورغبتها في إشباع شهوتها الجنسية لتتعدد اللقاءات المحرمة بين الزوجة والصديق الخائن. ومع قرب خروج الزوج المحبوس بعد مرور 6 أشهر قرر العشيق التخلص من صديقه هشام محدثا الزوجة، ما اقدرش اسيبك لهشام، انت بقيتي كل حاجة في حياتي. وتوصل العشيق الى خطة شيطانية للتخلص من صديقه حتى يظفر بزوجته، وعرض عليها الامر ووافقته بدون تردد، واتفق على اعداد سهرة حمراء فور مغادرة الزوج محبسه وانتظار اللحظة الحاسمة
عندما يفقد وعيه ومن ثم يمكن قتله. لم تعد تتحمل الزوجة حياتها بعيدا عن عاشقها، وباتت تنتظر موعد خروج زوجها من السجن لتنفيذ الخطة الشيطانية. وراحت تستقبل الزوج المخدوع بابتسامة غير سوية تخفي وراءها الرغبة في الغدر، حتى عرض عليه صديقه الاحتفال بخروجه. الدنيا وحشة من غيرك يا هشام، بكرة نسهر سوا ووجبك عندي. ولم يشك هشام في أن فخا نصب له بقيادة زوجته وعشيقها، وراح يتناول الخمر والمخدرات مع صديقه في شقته، بينما تراقب الزوجة ما يدور خلسة من إحدى الغرف، وانتظرت اللحظة المنتظرة لتنهال عشيقها بالطعنات على جسد الزوج ليسقط جثة هامدة، بينما فر العشيقان تاركين الضحية غارقا في دمائه، حتى ألقت قوات الأمن القبض عليهما. التحرير انتقلت إلى شارع رزاز الذي شهد الواقعة للوقوف على ملابساتها، خاصة بعدما باتت حديث الأهالي. يقول علاء شقيق المجني عليه: الحكومة حكمت علينا بالباطل وقالت أخويا تاجر مخدرات كبير وهو غلبان، هو صح اتحبس 6 شهور بس كانت تعاطي مش اتجار. ويضيف أن شقيقه الأصغر قتل غدرا على يد صديقه وزوجته ب18 طعنة، مستنكرا إيه الغل ده كله، مشيرا إلى أنه لم يتوقع ذلك السيناريو حتى أخبره ضباط المباحث بالحقيقة. ويضيف: ربنا ينتقم منهم، كان فاتح عربية كبدة بياكل بالحلال، لولا حبسته الأخيرة وطلع صاحبه غدر بيه. يضيف شقيق الضحية أن هشام كان يثق في صديقه، خاصة أن الأخير اعتاد زيارته في محبسه، لافتا إلى أن بداية معرفته بأرملة شقيقه كانت في أثناء الزيارة، حتى توطدت علاقتهما واتفقا على أنها ستطلب الطلاق منه، مؤكدا إنه لما رفض هشام الطلاق اتفقوا يخلصوا عليه. أحمد أحد الجيران شدد على أن دي واحدة خاينة استغلت غياب جوزها وخانته مع صديقه بدل ما تقف جنبه ومرعتش ابنها لما يكبر الناس تقول له إيه حسبي الله ونعم الوكيل. مضيفا أن معاملة الضحية لصديقه كانت طيبة، لما كان بيحتاج فلوس أول واحد بيقف جنبه. ويلتقط الحاج فتحي طرف الحديث قائلا: كنت في استقبال هشام لما خرج أنا وأهل منطقته، وكان في انتظاره زوجته وصديقه، بس ما كانش باين عليهم حاجة. مختتما حديثه: لو هي مش عاوزة تكمل معاه بدل ما طلع بعد ما طلع من الحبس كانت تطلب الطلاق. ويشير سامح صديق المجني عليه لأنهم علموا بالواقعة عقب ارتكاب الجريمة بعدة أيام من خلال انتشار رجال المباحث في أرجاء المنطقة. ولدى سؤالهم عن السبب جاء الجواب على لسان أحد الضباط: هشام اتقتل، مراته وصاحبه قتلوه. متعجبا من تصرف الصديق، كان عامل صاحبه ويروح له زيارات الصبح وبالليل ينام مع مراته حسب وصفه. ذنبه ايه الولد يطلع يعرف ان امه قتلت ابوه؟ مفيش امان في الصحاب. يختتم صاحب ال30 عاما حديثه قائلا: هشام غلط لما دخل صاحبه البيت وكشف اهل بيته. والتحرير هي اللي كتبت الموضوع ده اهو النهارده. جريمة هزت منشية ناصر، العاشقان مزق الزوج ب18 طعن. وهنشوف جريمة تانية بشعة. جنايات الجيزة محاكمة صاحبة حضانة وعاملة بتهمة القتل العمد بعدما اتفقتا على استدراج سائق تاكسي في منطقة وسيم وقتله وتقطيع جسده لأشلاء وإلقائها في أماكن مختلفة. وتم الكشف عن الجريمة بالمصادفة أثناء العثور على أشلاء آدمية في منطقة الوراق في بداية شهر أغسطس من العام قبل الماضي، وكانت بداية الخيط للكشف عن مقتل سائق على يد صاحبة حضانة وعاملة بسبب علاقة جنسية بينه وبين الأولى وتهديدها بمقاطع جنسية لها. قبل 18 عاما من الآن كانت هناك قصة بين ميم رهس سنها 37 سنة صاحبة حضانة وهي المتهمة الرئيسية بمنطقة الوراق، وبين المجني عليه
ألف مين سنه 37 سنة سائق. وفي تلك الفترة كان المتهمان مقيمين في منطقة بشتيل بأسيم شمال محافظة الجيزة، وكان المجني عليه يتردد على منزل المتهمة لارتباطه بعلاقة صداقة مع أشقاء المتهم. وفي إحدى المرات شاهد المجني عليه المتهم وتبادل نظرات الإعجاب ونشأت قصة بينهما، وتقدم المجني عليه لكي يطلب يد المتهمة للزواج، ولكنه رفض وانقطعت العلاقة بينهما لمدة 15 سنة، وتزوج كل منهما، وانتقلت المتهمة للإقامة في منطقة الوراق مع زوجها. وبعد مرور أكثر من 15 سنة على قصة الحب، جمعت الصدفة المتهمة والمجني عليه أمام إحدى المدارس بمنطقة الوراق أثناء قيام كل منهما بتوصيل أولاده للمدرسة، وتبادل الحديث وأرقام التليفونات وانتهى اللقاء، ولكن لم تنتهي الأحاديث في التليفون، واستمر الحديث بينهما حتى اتفق على لقاء ومقابلة في مكان عام. وقبل وقوع الجريمة بقرابة عام ونصف كان هناك لقاء بين الاثنين على مقهى في الدقي، وتبادل خلالهما الحديث عن الذكريات وقصة الحب التي انتهت بالفشل. وخلال اللقاء ألح المجني عليه على مقابلة المتهمة بمفردهما في شقة بمنطقة أسيم، وبعد إلحاح وافقت المتهمة وتقابلت، وهناك كان أول لقاء جنسي بينهما، وتعددت اللقاءات الجنسية. وأثناء ذلك قام الضحية بتصوير المتهمة في أوضاع مخلة بالآداب أثناء ممارسة الجنس معه، وتكررت العلاقة الجنسية أكثر من مرة بين الاثنين. بعد مرور 6 أشهر من العلاقة الجنسية، قررت المتهمة الرئيسية إنهاء تلك العلاقة والابتعاد عن المجني عليه، وبدأت في التهرب منه، إلا أن السائق حاول ابتزازها واستغلال تلك الفيديوهات الجنسية في مساومتها والاستيلاء على مبالغ مالية منها، واستجابت المتهمة له عدة مرات وأرسلت له مبالغ مالية، ثم بدأت في الرفض، ونشبت بينهما مشاجرة عنيفة هددها خلالها المجني عليه بفضحها أمام عائلتها بتلك الفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب انتهاء تلك المكالمة بدأت المتهمة في التخطيط للتخلص منه ومن تلك الفضيحة للأبد، ففكرت في تنفيذ خطة قتله بجريمة كاملة، قتل وتقطيع وإخفاء الجثة. فهذا ما توصلت إليه المتهمة بعد تفكير استغرق ساعات كثيرة. وأيضا كانت قد رسمت الخطة المحكمة واستعانت بالمتهمة الثانية سين ألف عمرها 31 سنة، وطلبت منها مساعدتها في تنفيذ الخطة مقابل 20,000 جنيه. ووافقت المتهمة الثانية لمرورها بضائقة مالية، واتفقت على الخطة لقتل المجني عليه. قبل الكشف عن ملابسات الواقعة ب3 أشهر، قررت المتهمة تنفيذ خطة القتل، وجاءت كالتالي: أولا، استدراج المجني عليه بحجة تأجير شقة لممارسة الجنس معه. وعقب دخول السائق القتيل، قدمت له كوب نسكافيه يحتوي على 3 أجراس مخدرة، وعقب شرب النسكافيه طلب قهوة لشعوره بحالة تعب، فقدمت له قهوة وداخل الفنجان قرصين آخرين، وعقب تناول فنجان القهوة سقط في صالة الشقة مغميا عليه. وعقب ذلك بدأت تنفيذ المتهمة الثانية بالجريمة، فذهبت للمطبخ وأحضرت سكين وسطور وقطعت رأس المجني عليه عن جسمه ثم عضوه الذكري، وبعد ذلك قطعته نصفين بالساطور، واستمرت في جريمتها لمدة 8 ساعات، ثم نقلت الجثة في 3 أكياس وألقتها في النيل بمنطقة الوراق وإمبابة وبسوس في القليوبية. أوراق القضية ضمت اعترافات تفصيلية للمتهمتين بالصوت والصورة أثناء تمثيل الجريمة، وأيضا تحريات المباحث النهائية التي أكدت أنهما مرتكبي الواقعة، وتعذر العثور على الجثة نظرا لمرور 3 أشهر على الجريمة، وتمت إحالتهما للجنايات، وتنظر المحكمة أوراق القضية. ولا تزال قوات المباحث تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير داخلية الأمن الجيزة.
واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث تواصل البحث عن الأشلاء التي عثر عليها في أغسطس 2017 والوقوف على ملابسات الواقع. هذا الخبر منقول من مصر اليوم. مساء.